نعم، تحية نضالية عالية للجميع، جميع الأستاذة والأساتذة، المناضلات والمناضلين، مرحبا بكم جميعا. طبعا نحن دائما في سلسلة لابنات على عتبة نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين. كما وعدتكم أحبائي، مع اللبنة الثانية، اللبنة الثانية، وهذه اللبنات الآن فصاعدا، إعداد واقتراح سعيد محاري، مقرر السكرتارية الوطني للأساتذة المبرزين الكونفدراليين، وتقديم صديقكم نور الدين حالي، عضو السكرتارية الوطني للأساتذة المبرزين الكونفدراليين فرع الناظور. نعم، إذا موضوع اليوم، موضوع الحلقة الثانية، النظام الأساسي الخاص بالمبرزين المرتقب أهدافه الكبرى، واليوم بالضبط مع مدخل عام يتفضل به الأستاذ سعيد محاري، مشكورا. نعم، مزيان مزيان سي سعيد. نعم، كيبان الأهداف الكبرى الكامنة وراء إحداث نظام أساسي خاص بالأسر المبرزة. نعم، إذا هذا العرض حول الأهداف الكبرى الكامنة وراء إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزة، يعني هي الأهداف التي من أجلها سيتم إحداث هذا النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزة. السؤال الأول لابد به، ولماذا هذه الأهداف؟ وبما أن هذا النظام الأساسي يعد ورش إصلاحي، يهدف منه إصلاح مجموعة من الأمور، مجموعة من الاختلالات، وبالتالي وجب أن تكون له أهداف عادة. وهذه الأهداف هي تتنوع بحسب المنظور المتبنى للإصلاح. هذا الإصلاح غناه يكون إصلاح تصحيحي، لأن كاين واحد المجموعة من الأوضاع المغلوطة داخل المنظومة، سواء بالنسبة للمتعلمين أو بالنسبة حتى للأساتذة المبرزين. وبالتالي هذا الإصلاح نريده أن يكون صحيحي، يعني على المدى القريب والمتوسط. ومن بعد يتم إصلاح هذه الأخطاء والأغلاط اللي كاينه والأوضاع المغلوطة في المنظومة، ما نكرهوش، بأنه يتم توسيع ديال هذاك الإصلاح من أجل تمكين أكبر عدد من المستفيدين داخل المنظومة من هذا النظام. بمعنى دابا عدد التلاميذ الذين يخضعون لما لا في المستقبل، يعني يتم تخريج واحد العدد كبير من الأساتذة المبرزين، مادام هناك نظام أساسي اللي خاص بالأساتذة المبرزين واللي كيعطيهم حقوقهم، كيمكنهم أنهم يؤدوا المهام المنوطة بهم في أحسن وضعية. وبالتالي حتى المتعلمين اللي تحت اللي كيتلقاو التعليم بواسطة الأساتذة، لا سواء مراكز التكوين ولا في الأقسام التحضيرية ولا في مراكز تحضير شهادة التكوين العالي إلى آخره، يعني كيتلقاو هذاك التكوينات العالية الجودة بالظروف المواتية، لما لا يتم توسيع هادشي بإمتداد شعاب جديدة مثلا في الأقسام التحضيرية، إحداث شعاب جديدة في مراكز تحضير شهادة التكوين العالي، كذلك في مراكز التكوين المتنوعة، وحتى على مستوى يعني قطاع التعليم الدراسي. داكشي علاش يمكن الانتقال من منظور إصلاحي إلى منظور كامل من أجل تعميم التجربة. ومن الفقرة الأخرى تتعلق باستعراض الهيكلة ولا الهندسة العامة لنظام التعليم المغربي. كما تعلمون نظام التعليم المغرب الهيكلة ديالو ولا الهندسة ديالو هي هادي، كيبدا بالتعليم الأولي ثم التعليم الابتدائي، ومن بعد التعليم الثانوي الإعدادي والإعدادي، ومن بعد الثانوي التأهيلي. الثانوي التأهيلي لاحظتو مقسمين إلى قسمين، فيه التعليم العتيق أونسينمون أوريجينال، وفيه التعليم الثانوي التأهيلي العادي. والتعليم الثانوي التأهيلي فيها عاوتاني قسمين، التعليم الثانوي التأهيلي العام، وفيه التقني والمهني.
بروفيسيونيل في جوج. المهم هذا هدي فيما يخص الاسلاك اللي كاينه في التعليم، في قطاع التعليم المدرسي. ولاحظتوا كاينه واحد مجموعه الاسهم على اليمين وعلى اليمين، هذه كتدل على زعما التلاميذ الذين لم يكملوا مشوارهم الدراسي بامكانهم زعما يمشيو لهاد المراكز ديال التكوين المهني. عندنا مراكز ديال التكوين المهني، عندنا داك التقني العالي، لا سبيسياليزاسيون بروفيسيونيل يعني التقني المتخصص والتقني الكاليفي مؤهل نجوج. المهم هذا فيما يخص الهيكله ديال قطاع التعليم المدرسي. ومن بعد بيان سور بعد اجتياز امتحانات شهاده البكالوريا يلجون الى التعليم العالي او التعليم باسلاك ما بعد البكالوريا. المهم هذه بالنسبه للهيكله العامه لنظام التعليم البكالوريا داخل قطاع التعليم المدرسي. هنا هذا الرسم يوضح اكثر، هذا بصفة عامة، هنا غنوضحو أكثر ديك أسلاك ما بعد البكالوريا. هاد الخطابة أو هاد الرسم يعبر أكثر عن أسلاك ما بعد البكالوريا. هنا لاحظتو كاينة واحد الدائرة على الكلاس بريباراتوار و انستيتي سبيسياليزي. المهم هنا مقصود بها البي بي اس، ومقصود بها حتى دوك المعاهد الأخرى بحال لو اس تي داكشي ياك. وكاين واحد الدائرة أخرى على لونسينيومون بريمير و سكوندير، وعندنا الفوق سونتر دو فورماسيون. يعني هاد الأماكن كلها هي أماكن تدخل الأستاذ المبرز، الأماكن اللي كيشتغل فيهم الأستاذ المبرز، يعني سونتر دو فورماسيون، كلاس بريباراتوار، هاد لي زانستيتيو سبيسياليزي، و لونسينيومون بريمير و سكوندير. دونك هنايا كنحددو داخل هاد الهندسة العامة لنظام التعليم المغرب ما هي الاماكن اللي يمكن الاستاذ المبرز كيدخل فيها. وحاليا هذه اماكن الشغل ديالو الاستاذ المبرز، ونريد زعما يبقى عنده دور في هذه الاماكن، يعني في سونتر دو فورماسيون، كلاس بريباراتوار، لي انستيتيو سبيسياليزي، حتى في لونسينمون بريمير سكوندير. المهم هاد الخطط كتبين بصفه عامه فين كاين تدخل الاستاذ المبرز. وين غندوز توجور في الهندسه العامه، هنا كاين واحد جوج ديال الحوايج داخل المنظومه ديال قطاع التعليم المدرسي. كنهضر على قطاع التعليم المدرسي، هنا كاين التوجيه والتخطيط والدعم التمريري. هادو هذا قطاع ولا منظومه كتعامل مع التلاميذ، التوجيه والتخطيط والدعم التمريري. وكاين على اليمين كاين التقرير والتكوين المستمر، وهذا هذا الجانب كيهم اطر التدريس. اطر التدريس يعني كيديروا التكوينات السنويه لفائده اطر التدريس، وكذلك التقرير من طرف المفتشين. وهاد التكوينات كيشارك فيها المفتشين، كيشاركوا فيها حتى اطر التوجيه، هما كيشاركوا فيها، يعني كيشاركوا في هاد التكوينات اللي فيها إذا تبطر التدريس سنويا كدار. المهم حنا ما كرهناش الأستاذ المبرز يدخل على الخط في هاد جوج عمليات اللي كدوز سنويا ويدخل فيها كيفاش. المهم هذول هنا غنبداو بالأهداف. نعم، شكرا جزيلا أستاذ سي سعيد محاري على هذا المدخل. طبعا في الحلقة الموالية يعني اللبنة رقم 3 سيطلعنا سي سعيد على الأهداف الستة التي هي عبارة عن مدخل أساسي للنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين. إذا مرة أخرى نتلقاو بإذن الله. مرحبا.